النشرة الجوية للنشرة الثامنة. أهلا بكم. يسود غدا طقس حار راكب نهارا على القاهرة الكبرى والوادي البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة راتب ليلا على السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، بائن الحرارة راتب على باقي الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوادي البحري والسواحل الشمالية جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوادي البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة تشير إلى عدم وجود تغيرات جوهرية في حالة الطقس. أما درجات الحرارة فهي كالتالي: القاهرة الاثنين 24 32، الثلاثاء 23 31، الأربعاء 22 31. شرم الشيخ الاثنين 27 35، الثلاثاء 26 34، الاربعاء 25 34. ونذهب الى الاقصر الاثنين 22 36، الثلاثاء 23 37، الاربعاء 23 37. اما درجات الحراره خلال الايام القادمه فنقراها كالتالي: القاهرة 24 32، الاسكندرية 22 30، دمياط 23 30، بورسعيد 24 30. العريش 22 31، رفح 20 30، الاسماعيلية 22 33، السويس 23 32. مطروح 21 29، وادي النطرون 22 31، المنصورة 23 32، طنطا 23 32. دمنهور 22 31، سانت كاترين 18 29، الغردقة 26 35، شرم الشيخ 27 35. الفيوم 21 32، المنيا 20 34، اسيوط 20 34، سوهاج 22 35. قنا 22 36، الاقصر 22 36، الوادي الجديد 20 37، اسوان 23 37. حلايب 27 32، شلاتين 26 35، أبو رماد 27 34، رأس حدربة 27 32.